دي بضرعه مرضى زرع كبد كويس. اللي بيحتاج زرع كبد بيبقى عنده مشكلتين، مشكله يجيب متبرع ومشكله التكلفه. مظبوط. المتبرع ده بيجي واحد قريبه، ابنه، اخوه، مش عارف. التكلفه عاليه، يعني بتوصل من 200,000 جنيه ل 300,000 جنيه تقريبا. طيب فالدوله تدخلت، تكلفه كبيره جدا. الدوله بتدي للمريض 100,000 جنيه، الجمعيه دي بتدي 100,000 جنيه برضه. جمعيه برضه احنا انشاناها مع رجال اعمال، بس ده طبعا لاعداد محدوده. لا لا لا، اي حد اي حد يعمل زرع كبد في مستشفى حكومي هياخد 100,000 جنيه. اي حد، اي حد مستشفى حكومي، طبعا، يعني جامعي او وزاره الصحه، الدكتورات الخاصه لا يعني. و 100,000 جنيه، وده بس بيجيب طبعا دي اجراءات، بيجيب ورق من المستشفى اللي هيعمل فيها الزرعه، وبياخد موافقتنا ونبعت شيك للمستشفى، يعني ليه اجراءات. لكن في النهايه اي مريض يحتاج زرع كبد في مستشفى حكومي الجمعيه دي هتديله 100,000 جنيه. ايوه ده على فكره، ده بدون اي وسايط ولا حاجه برضه يعني. الجمعيه دي برضه بتدعم مرضى اللي بيحتاجوا، سوري، المستشفيات اللي محتاجه اجهزه طبيه، وحده مناظير، جهاز سونار. طب والجمعيه دي عندها تمويل كويس؟ عندنا احنا حتى الان صارفين على زرع الكبد حوالي 70 مليون جنيه تقريبا. بسم الله ما شاء الله. وعبي كله من التبرعات، رجال اعمال، وكلهم معارفنا، ومعانا ناس رائعين في الجمعيه دي، وتعمل بصمت. الجمعيه دي فيها طبعا فيها، انا ما سمعتش عن الجمعيه وما سمعتش عن الاعمال الرائعه دي، فمعناها فعلا ان هو نجاح تم في صمت. اي حد مريض مصري بيحتاج زرع كبد مستشفى حكومي بيتقدم للجمعيه دي. الجهات الحكوميه عارفه بيروحوا فين، وبدون اي وسائط بياخد معاهم.